ان هو بيبقى الغضروف ضاغط على جنب واحد معين وبيبدا يضغط او بيسمع التنميل ده بينزل معاه على رجل واحده. كويس حاجة. ده هو اول شق من التمرينات، ان هو طيب ازاي ان انا ابدا احسن وضع الغضروف دوت، وازاي ان انا احاول اقلل اضرار الغضروف ان هي ضغط على العصب دوت. النوع الثاني من التمرينات اللي انا هبدا برضو استخدمه اللي هيفيدني كويس جدا حاجه اسمها استريتش، ان هي تمرينات الاستطاله، وهي ديت بتبقى نتيجه ان العضلات او الوضع الغلط اللي المريض بياخده، ظهره بيبقى وجعه، بيبدا ياخد ان هو يبدا ياخد وضع غلط في الجلوس، في ان هو يبدا يمارس حركته بيبقى فيه صعوبه جدا، وده نتيجه ان العضلات بتبقى شد عليه. فاحنا بنحاول ان احنا ازاي نعمل استطاله على العضلات اللي اتاثرت ديت، زي العضله الخلفيه وعضله السمانه وعضلات الظهر. هنبدا الاول بعضله الخلفيه. اللي هنعمله ده استطاله لعضله الخلفيه مع عضله السمانه. هنبدا نرفع بليمت ونزود عليه واحده واحده. حاسس بألم كده يا حاج؟ طبعا بسيط يعني. كده ايه الاخبار يا حاج؟ تمام كده يعني، بدأ نسبة الشد دي يعني تبقى واضحة على العضلة. مدة الاستطالة بتاعت العضلة دي بنبدأ من 20 ثانية لحد 30 ثانية. ونبدأ ناخد مشط رجليه معايا لتحت كده اهوت، وفي نفس الوقت احافظ ان ركبته بتبقى مفرودة معايا. ريح يا حاج. زي ما شفنا، هو طبعا التمرينات بالنسبة لألام الظهر لسه ما خلصتش، هو بداية ويعتبر بداية بسيطة. في تمرينات تانية للاسترتشات اللي هو الإطالات، وفي تمرينات تانية علشان يقوي بيها العضلات، وفي تمرينات تانية علشان يحافظ على الاتزان الموجود معاه. كل ده مع برنامج لسه ما خلصناش، من برنامج العلاج التمريني لآلام المفاصل. قلنا لآلام الركبتين، خشونة الركبتين وآلام الظهر. وارد إن المريض ممكن أول تمرين وتاني تمرين يتعب منه، يقول لك يا دكتور ده انا كنت جاي لك احسن من كده، دلوقتي تعبت بزياده. نطمنه، نقول ده شيء طبيعي جدا جدا. تمرينات في اولها زي ما كنت، انت كنت قاعد مرتاح ما فيش اي مشكله عندك، مره واحده بدات تجري، بدات تعمل مجهود اكتر من اللازم، اكيد هتنام وهتصبح الصبح عضلاتك تعبانه. هذا هو برضه نفس اللي بيحصل في التمرينات الرياضيه اول مره. طبعا احنا شفنا الحلقه وطمنا وقلنا دي تمرينات امنه وكويسه، وطبعا طبيب اخصائي مؤهل بيعمل هذه التمرينات بحرفنه بحيث ان هو ممكن زي ما قلنا يزود الموضوع اللود على الغضروف نفسه، الضغط على الغضروف. انا لا ده انا ما بفكش الضغط ده انا بسيء اليك وبزيد بالضغط كمان بزياده. عشان كده بقول هو طالما مؤهل يبقى ان شاء الله هو في يد امنه، وان شاء الله الحلقه القادمه باذن الله هنبدا نعمل استكمال لموضوع تمرينات الظهر. الموضوع طويل طويل لكن عندنا هيبقى قصير ان شاء الله، وهيبقى فيه نتائجه مضمونه معانا الحلقه القادمه باذن الله. مع تحيات دكتور عبد العزيز اوره، مدير ورئيس مركز مكه للعلاج الطبيعي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.